الآن نريد نتصل بقاعدة البيانات، قاعدة البيانات اللي متواجدة عندك على معلومات السيرفر، نريد نقوم بالاتصال بها. فمبدئيا نحتاج إلى معلومات الاتصال، معلومات الكونكشن. ففي البداية إيش تحتاج؟ تحتاج إلى السيرفر. السيرفر هو عبارة عن لوكال، أوكي، لو عفوا لوكال هوست، هذا هو اسم السيرفر الآن عندي. ثم بعد ذلك تحتاج إلى اليوزر نيم اللي هو عبارة عن روت، أوكي. ثم تحتاج إلى الباسورد، إلى الباسورد اللي هو أيضا عبارة عن روت. ثم تحتاج إلى اسم قاعدة البيانات اللي أنت تتصل بها، فقلت دي بي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الديمو، أوكي. طيب الآن أريد أتصل فيها، راح أعمل متغير يمثل عملية الاتصال اللي أنا راح أتعمل عليه في كل هذه العمليات، عمليات الإدخال وعمليات الحذف وعمليات السلكت. هو هذا المتغير اللي هو عبارة يكون عندك new from my SQL li، أوكي. هذه الميثود راح تستقبل عندك هنا، تستقبل عندك اسم السيرفر، تستقبل أيضا عندك اليوزر نيم، تستقبل عندك الباسورد، وأخيرا تستقبل عندك الدي بي الداتابيس، اسم قاعدة البيانات. إذن هنا عندك اسم السيرفر، يوزر نيم، والباسورد يدخل عندك على السيرفر، ثم ذلك اسم قاعدة البيانات اللي أنت تتصل بها. طيب الآن إيش أنا أعمل؟ إيش أعمل؟ تشيك على الكونكشن، كونكشنز، أوكي. فكيف أعمل تشيك عليه؟ راح أقول له if الكون هذا اللي أنا أنشأته، هذا الاتصال، إذا كان عبارة عن connect error، يعني إذا كان connect error، يعني إذا أعطى خطأ، يعني عملية اتصال خاطئة، فإيش يعمل لي أنت؟ أعطيني echo، أوكي، أعطيني echo أنه أقول بي عبارة عن a failed connection، أوكي، failed connection. وبخلاف ذلك، يعني في خلاف انه العملية الاتصال كانت عندك صحيحة، فبالتالي راح ايش اقول له؟ اقول له ايش عندي؟ عندي success connection، اوكي. الان هنا عندنا فارزة منقوطة لا تنساها طبعا. الان لو ارجع على السيرفر هنا وابدي بعملية التحديث على الاندكس، اتوقع انه يعطيك success connection، يعني عملية الاتصال الان في السيرفر وفي قاعدة البيانات هذه هي تمت بنجاح.